شباب سبايكر هاي حقائق وكلكم تعرفون. اللي دخل داعش المالكي انطيني قاضي حاسبه، مو هو كان رئيس وزراء، مو هو المسؤول قانونيا عن حماية البلاد وعن الدماء اللي سفكت. انطوني قائد عوف المالكي على صفحة هذا بالخنينة، هو خشمه ما منظفه صار له 16 سنة، تريد ينظف لك بلد؟ اي والله واقع حال هو وسخ قدر، تريد ينظف بلد هو خشمه ما منظفه. انطيني ضابط شريف حاسب او قاضي شريف حاسب مجرم وطلعوه على الملأ شلون يحاسب.